السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنكمل سلسلة حسن نطقك Improve your pronunciation. أوكي. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن مجموعة من الكلمات اللي احنا متعودين ننطقها غلط زي library و special إلى آخره، وقلنا النطق الصحيح library special حاجات زي كده، وقلنا إن أنت ما عندكش مشكلة لو نطقت غلط في الكلمات اللي فاتت، كان ممكن اللي قدامك يفهمك أو يفهم المغزى بتاع كلامك، لكن الكلمات اللي هنتكلم عليها النهاردة حساسة شوية، لو نطقت الكلمة غلط خلاص هتدي معنى مختلف تماما. تعالوا نستعرض مع بعض كده الكلمات ونشوف. كلمة chips، chips معروفة يعني شرائح البطاطس أو كده أو الشرائح عامة. لو أنت قلت chips، chips معناها إيه؟ معناها سفن. خلاص. كلمة cheap، cheap لو انت قلت sheep معناها خروف. تخيل لو انت بتقول this is sheep يعني ده خروف، انت عايز تقول ان this is cheap يعني دي رخيصة. عايز تقول choose، لو انت مدرس مثلا بتقول للطلاب choose the correct answer، choose the correct answer يعني اختر الإجابة الصحيحة. تخيل لو انت قلت shoes معناها الجزمة عزكم الله او النعول يعني هي الإجابة الصحيحة. خلي بالنا كلمة chair، chair يعني كرسي. لو أنا قلت share، share يعني يشارك زي ما أنتوا كده إن شاء الله بعد الفيديو هتعملوا له شير، أوكي؟ بعد اللايك طبعا والسبسكرايب والحاجات دي. عندنا كلمة مثلا boat، boat boat يعني قارب. لو إحنا قلناها boot بقت نعول طويلة، حذاء طويل. كلمة soap، soap يعني صابونة، أوكي؟ لو نطقناها soup معناها حساء أو شراب، شرب. تخيل لو أنت بتقول لواحد مثلا اشرب الشوربة دي وقلت له there is a soap، أنت كده بتقول له في صابونة يعني كأنك بتقول له كل الصابونة أو كده. أو لو عايز تقول لواحد اغسل إيدك مثلا فبتقول له there is a soup، كأنك بتقول له اغسل إيدك بالشوربة، فالمعنى حساس جدا. خلاص. كلمة could، could لو قلناها cold بقت بارد أو برد. كلمة live، live لو ما نطقناش ال V صح هتطلع إيه؟ life، life يعني حياة. كلمة through، through يعني خلال، لو قلناها غلط هنقول throw، throw يعني يرمي أو يلقي. كلمة mouth، mouth this is my mouth. تخيل لو قلت انت this is my mouse، mouse يعني ايه؟ يعني فار. طيب كلمة page، لما انت مدرس برضو تقول للطلاب open your books on page 7، لو ما قلتش page لو قلت beige، beige يعني لون، اللون اللي هو البيج. لما تيجي تفكر كده وتقول لواحد I think this is good، I think، I think معناها أنا أغوص أو أنا. طبعا think كاسم كناون يعني هو حوض اللي في المطبخ، حوض الغسيل. أوكي. ear، this is my ear، لو نطقتها غلط هتقول air، air، air يعني الهواء. أوكي. كلمة pray، pray، pray يعني يصلي. تخيل لو قلت مثلا لواحد I pray مش pray، I pray. عارفين pray يعني ايه؟ يعني كلمة صعبة جدا معناها ينهق يعني أعزكم الله للحمار. تخيل يعني لو أنت بتقول لواحد أنا رايح أصلي بدل ما تقول I'm going to pray قلت I'm going to pray يعني أنا بدل ما أنا هصلي أنا pray بقى. خلاص؟ فخلي بالنا الحكاية. كلمة great، great يعني عظيم أو رائع. معظم الناس بتنطقها great، great، great يعني يحيي. أوكي. greet them يعني حييهم أو سلم عليهم. أوكي. كلمة road، this is my road. أوكي. يعني هذا طريقي. road لو نطقناها غلط هنقول rude، rude، rude يعني وقح. أوكي. يعني أنا مثلا بقول
أحمد علي، فأقول أحمد علي رود، أحمد علي وقح، المفروض أنا أقول أحمد علي رود، يعني طريق أحمد علي، في فرق كبير جدا في المعنى. معانا كلمة تانية اللي هي كلمة her يعني هي، معظم الناس بينطقوها hair يعني شعر، فيقول لك مثلا I like hair، أنا أحب الشعر، لا أنت قصدك تقول I like her يعني أنا أحبها، خلاص أمي طبعا ربنا يديها طول العمر على طاعته إن شاء الله. ما تنسوش اكتبوا الكلمات دي وتدربوا عليها كويس، الكلمات دي أخطر من الموضوع اللي فات، لأن هنا الموضوع حساس جدا في النطق، وفي كلمات تانية كتير بس دول يعني اللي قلنا نبدأ بيهم، لو في حاجة تانية هنكمل السلسلة في حلقة تالتة إن شاء الله. وكلمة بارك وبارك قلناها قبل كده فمفيش داعي نكررها. دمتم في رعاية الله وأمنه. Don't forget like, subscribe, okay, and share this video for your friends and your relatives. Thank you very much and see you next time إن شاء الله. Ba-ba-da-ba-da-ba-da, ba-ba-da-ba-da-ba-da, ba-ba-da-ba-da-ba-da.